5. رحيم أبنائي وبناتي، لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الموديل إكزام بتاع يونت 1 من كتاب المعاصر من المنهج الكيمستري الصف الأول الثانوي سنة 2023. معاكم مستر نور ومعاكم قناة النورانيوم. هنبدأ بالأسئلة. في عندي أسئلة تشوز من 1 ل 10. نمبر 1 بيقول A student wanted to calculate the speed of the reaction of diluted sulfuric acid with a definite mass of zinc at 35 Celsius degree. So he prepared a bottle of the acid and a glass beaker. What are other tools that are required for this experiment? انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احسب speed. تمام؟ speed ده معناه ان انا عايز احسب التايم. بما اني محتاج تايم محتاج لازم يكون معايا ستوب ووتش. طيب ستوب ووتش مش موجوده في سي ولا موجوده في دي. حلو قوي، يبقى الاجابه هي ايه؟ بي. بعد كده بيقول لي عاوز احسب ماس، يبقى انا محتاج سنسيتيف بالانس. هتلاقي ان هنا السنسيتيف بالانس موجود في اي اوف بي، وبيقول لي سيلسيوس ديجري 35 يعني محتاج ثرمومتر، وهنا الثرمومتر مش موجود في لتر ايه، يعني الاختيار هيكون هو لتر بي. تاني انا عايز الماس، محتاج السنسيتيف بالانس، محتاج درجة حرارة، محتاج ثرمومتر، محتاج احسب سبيد، يعني لازم يكون اعرف التايم، يعني محتاج الستوب ووتش، يعني الاختيار هيكون هو لتر بي. السؤال الثاني نمبر 2. السؤال نمبر 2 يا اولاد بيقول which of the following represents the graduated cylinder will pureet will bibet and the flask correctly. الجرادويت سيلندر هل used in heating liquids؟ هل الجرادويت سيلندر ده بستخدمه عشان ايه؟ عشان اعمل به هيتنج؟ طبعا لا، وبالتالي كده لتر اي دي كلها مستبعده، يبقى هنا ده ما ينفعش استخدمه في الهيتنج. هل يوزد ان كولكتنج جازز؟ ده مش من ضمن استخدامات الجرادويت سيلندر، ممكن استخدم ده السيرنج. هل جرادويتد فروم بوتوم تو توب؟ من تحت لفوق ممكن. طيب يبقى كده احنا بين سي وبين دي، جراد فروم بوتوم تو توب، دي صح ودي صح. طيب البيوريت هنا graduated from top to bottom used to titration، هنا البيوريت بستخدمها في التيتريشن، يبقى دي صح. تمام، ما هي دي كده مكرره. طيب البيبات graduated from top to bottom و some are graduated، البيبات بيكون دي صح ودي صح. الفلاسك made of plastic وديا able to be heated، هنا الفلاسك فعلا كان be heated لكن مش بستخدمها من البلاستيك، يعني الاختيار هنا هيكون هو لتر دي. السؤال اللي بعده نمبر 3. substances A and B which are illustrated in the opposite figure are nano substances and they are similar in being. اولا دي كده كربون نانو تيوب وده 2 dimensional ودي الباكي بول ودي بتكون 3 dimensional. طب ده عنده 2 dimension اقل من 100 وده عنده 3 dimension اقل من 100، ايه المشترك؟ ان هما الاثنين عندهم 2 dimension اقل من 100. يبقى هنا الإجابة هل هما 3 dimensional؟ لا. هل 2 dimensional nano substance؟ هنا خلي بالك similar، هل هما متشابهين إن هما عندهم 2 dimensional nano substance ولا multi dimensional nano substance ولا 1 dimensional nano substance؟ أولًا هي هما بيقول لك إن هما similar إن هما 3 dimensional؟ لا. هل هما similar إن هما 2 dimensional؟ لا برضو، لأن واحدة 2 واحدة 3. هل هما مالتي دايمنشنال نانو سبستنس؟ مالتي عندهم اكتر من دايمنشن، او هما كل واحد فيهم عنده اكتر من دايمنشن، ده عنده 2 دايمنشنال اقل من 100 وده عنده 3 دايمنشنز اقل من 100، يبقى الاجابه هتكون لتر سي اللي هما بيكونوا مالتي دايمنشنال نانو سبستنسز، يعني ليها اكتر من واحد نانو دايمنشن. السؤال نمبر 4. نمبر 4 يا ولاد بيقول لي ذا فوليوم اوف نانو شيل اند ذا ثيكنس اوف جولد نانو لايرز which covers the shell effect. هل الدنستي ولا الكالر ولا الاودر ولا التيست؟ اولا الاودر والتيست مستبعدين، انا بتكلم على الدنستي وبتكلم على الكالر. طيب بما اني هنا بستخدم نانو جولد، والنانو جولد معروف ان ايه اللي بيتغير فيه؟ الكالر بتاعه بيتغير. ليه؟ لان احنا بنصغر السايز لاقل من 100 نانومتر، الرياكشن مع اللايت بيتغير وبالتالي الكالر بيتغير، بيدينا الريد والاورنج والجرين والبلو، يعني الاختيار هيكون لتر بي. السؤال نمبر 5 بيقول لي تو ديفرنت ذا تو ديفرنت شوز ار ديبد
dipped into dyes يعني هغمسهم في صبغتين. One of them is colored by the dye and the other isn't. واحدة تلون اللي هو ده والتاني لأ. أفهم من كده إن number two ده متغطي بنانو سبستنس. As shown in the figure, this is explained by the effect by the fact that the solution which is used in case number one اللي هو العادي isn't a nano solution. هي ملهاش علاقة بالسولوشن، اللي علاقة بالكوتش ذات نفسه بليتر إيه. لأ ده solution which is used in case two is nano solution برضو لأ. أنا بتكلم على الشوز ذات نفسه المادة المصنع منها. The shoe which is used in case one is made of plastic ولا the shoe which is made used in case two is covered with a stain repellent nano substance. هي دي stain repellent يعني نسيج طارد وبالتالي للبقع يعني بالتالي ما بيتأثرش بأي حاجة، ما فيش حاجة بتلزق فيه. يعني الاختيار هيكون هو letter D. السؤال نمبر 6 بيقولي the main source of drinkable water in Egypt is the river of the Nile نهر النيل. So to separate and dispose the particles of silt اللي هو الرمل chemical substances and bacteria which exist in it. Purification and the treatment of water are carried out in several stages. ديت مراحل تنقية المية illustrated in the following figure. هنا عندي المية بتخش وهنا coarse filter يعني خشن يعني فتحات واسعة يعني، وهنا عندي sedimentation tank بيترسب فيه الرملة وبعد كده المية بتبقى فوق بتنزل هنا. عندي ده fine filter يعني رقيق جدا دقيق جدا عشان خاطر ينزل أصغر شوائب ممكنة. بعد كده ده purification by chlorine هعملها تنقية بالكلور واخزنه في reservoirs وخزانات، وبعد كده يروح للهاوسز ويتشرب بعد كده بالهنا والشفا. In which these tanks the nanofibers are used. بص nanofibers بستخدمها في الووتر فلترز، يبقى ده هستخدم حاجة بتكون دقيقة جدا أكيد هي لتر كام؟ لتر سي عشان هي صغيرة جدا جدا جدا، يبقى ده النانو. Number 7 the quantity of oil in the opposite vessel equals. هنا أول حاجة لازم أخد بالي من الجراديويشن أو من اليونت. هنا سنتيمتر كيوبيك وهنا ب 500 كيوبيك سنتيمتر بالراحة خالص كده. هي سنتيمتر عشان نخليها متر 10 باور نيجاتيف 2 يعني بتساوي 500 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 الكل باور 3 يعني بتساوي 500 تايمز 10 باور نيجاتيف 6. حلو قوي. بص بقى اطير الصفرين دولت مع 2 من 2 من الستة تبقى هنا 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 متر كيوبيك، يعني الاختيار هيكون هو لتر بي. السؤال نمبر 8 بيقول what is the science which is interested in studying the composition of matter the change in energy and laws which explain the conversion of matter from one state into another. خلي بالك انا كده بتكلم على حاجة فيها physics بل ان organic chemistry لأ الorganic chemistry لأ الanalytical قلنا لأ، يبقى بنتكلم على الphysical chemistry. اشمعنى طالما قال لي state وقال لي force. بص كده الenergy معناها فيزياء خلاص، وهنا عندي matter وعندي الstructure بتاعه والconversion ده كيمياء، يبقى هنا ده بيتكلم على الchemical او الphysical chemistry. Number 9 the following dimensions are of a nano ceramic particle. هنا عندي 320 نانومتر 135 نانومتر 40 نانومتر. هنا ده عندي اكبر من 100 اكبر من 100 اقل من 100، يبقى ده 1 dimensional. 1 dimensional ليه؟ لان عنده 1 dimension اقل من ال 100 نانومتر. طيب يبقى هل هو 1 dimensional او والله الاجابه ليتر ايه؟ ليه؟ لان عندي dimension واحد بس من الثلاثه less than 100. نمبر 10 ركز كده بيقول لي A meal includes 19 gram of protein و 19 gram of carbohydrates و 10 gram من الفاتس. This meal provides person with 240 كيلو كالوري. So if you want to if you know that each 1 gram of fat من الفات burns releasing 9 كيلو كالوري، يبقى كل 1 جرام من الفات لما بيتحرق بيدينا 9 كيلو كالوري. طيب ماشي. وبعدين what is the percentage of energy resulting from fats in this meal؟
هنا الفاتس اللي عندنا كام؟ في عندنا هنا الفاتس 10 جرام. طيب الواحد بس بيطلع كام كيلو كالوري؟ 90. بين 10 في 9 ب 90 كيلو كالوري. طيب احنا عندنا التوتال كام؟ 240. وهنا بارت ال 90 على التوتال هو 240 واضرب في 100 عسليه تطلع النسبه 37.5%، يعني الاختيار هيكون هو لتر سي. ده كده اسئله تشوز، تمام كده؟ طيب كده احنا خلصنا اسئله تشوز بتاعتنا. تعال بقى نبص نمبر 11، بيقول لي دي اوبوزيت فيجر شوز تو ستودنتس in chemistry lab, each of them did a mistake which violates the safety and the security measures in the laboratories. Identify this mistake of each of them. The first student mistake, ده الفيرست. طبعا الفيرست ستودنت هنا لو لاحظت هتلاقيه بيعمل ايه؟ قلنا ان هو ماسك الفيشه بايده دايركتلي كده على طول، وفي نفس الوقت من يعني ايده مش لابس حاجه فيها بحيث ان هو يحمي نفسه من الكيميكالز او من الصعق بالالكتريستي. يبقى هو ايه؟ هي دازنت وير ا جلوفز. بهنا دازنت وير جلوفز. اما التاني ده نازل شم في الكيميكالز، واحنا قلنا ان ده غلط، يبقى هنا بقول ان هو هي سميلز جازس، وده اصلا غلط جدا في اللاب، وممنوع ان انا اعمل سميلنج لاي جاز في اللاب لان هو ممكن يكون اصلا الجاز ده توكسيك. طيب ده نمبر 11. نمبر 12 بيقول لي the opposite figure represents a section in earth rocks. The rocks V are layers of limestone اللي هو الكالسيوم كربونات CaCO3. They are formed of tiny crystalline particles whose volume starts from 0.001 meter cubic. What is the kind of integration between science in the previous paragraph? طبعا ده في صخور وفي صويل وفي ارض، يبقى احنا كده بنتكلم على علم مين؟ بنتكلم على الجيولوجي. الجيولوجي. طيب لان في روكس. Calculate the smallest volume of limestone crystals in a nanoscale. بالنانو. طيب احنا عندنا هنا الفوليوم بكام؟ هنا عندنا 0.001 متر كيوبيك. طيب عشان اخليه نانو هقول كام؟ هقول تايمز 10 باور كام؟ باور 9. يبقى عشان احول من المتر للنانو هقول طبعا المتر اكبر، تايمز 10 باور 9. طب بس انا عندي هنا متر كيوبيك، يبقى لازم اقول باور كام؟ باور 3. بهنا 0.001 تايمز 10 باور 9، الكل باور كام؟ باور 3. تمام؟ تطلع بكام بقى؟ تطلع هنا باور 27. يبقى هنا هقول بتساوي 0.001 تايمز 10 باور 27. ممكن اعمل ايه؟ دي كده معناها 10 باور نيجاتيف 3. 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، انا عملت ايه؟ عندي ثلاث ارقام بعد البوينت. يبقى كده هقول تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 10 باور 27. 27 ماينس 3 تطلع 24، فتطلع في الاخر 1 تايمز 10 باور 24، بس هنا هيكون نانومتر طبعا كيوبيك. كده انا حولتها للنانومتر. السؤال اللي بعد منه بيقول لي هنا مدينا جرادويتد سلندر. ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنتس ذا correct way to estimate عشان نعين او نقدر the volume of a liquid in one of the measuring tools in lab. طيب التول ديت عباره عن ايه؟ بص كده الجرادويشن هنا 20 30 40 50، يعني جرادويت من تحت لفوق، يبقى هي تحتمل تكون جرادويتد سلندر. طيب what is the volume of the liquid؟ احنا اتفقنا لما نيجي نقيس الفوليوم بنعمل ايه؟ بناخد الكونكيف سيرفيس الريدنج بتاعته. الكونكيف سيرفيس يعني ايه؟ يعني هنا الليكويد بيكون ده الكونكيف سيرفيس اهوت، الحته دي كده هنا ما بين ال 30 وال 40، ويعد الارقام دي كده وتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، دي 10، يعني 10 شرط بتمثل 10 درجات، يبقى النص 5، يبقى ده ب 35 واليونت اهي كيوبيك سنتيمتر. طيب what is the name of this tool and explain. احنا قلنا وانا شغال قلنا دي ايه؟ دي كده graduated cylinder. طب عرفت منين؟ اولا graduated cylinder لان هي graduated from top to ايه؟ from down to from the bottom to the top. ده كده graduated cylinder، تمام؟ عشان ال graduation
from the bottom to the to up. من ال bottom لل up. ده السبب ان هي graduated cylinder. طيب number 14. هنا بيقول يا اولاد في number 14 بسم الله. Why are carbon nanotubes better than any other metal in manufacturing of planes chassis? بلين تشيز انت عايز حاجه ضعيفه ولا حاجه قويه؟ محتاجين حاجه قويه. طيب هي وفي نفس الوقت محتاج حاجه خفيفه ولا تقيله؟ حاجه خفيفه، لان كل ما يكون الحاجه تقيله معناه ان التحريك بتاعها هيتطلب مني وقود كتير جدا، وفي نفس الوقت عايز حاجه تكون الهاردنس بتاعتها عاليه. يبقى هنا ده متحقق في الكربون نانو تيوبس، لانه بيتميز باللايتنس. اللايتنس يعني الخفه، وفي نفس الوقت عنده هاي هاردنس. هي عنده لايتنس كبيره جدا وعنده هاردنس عاليه جدا، وبالتالي هقول عشان اللايتنس والهاردنس يبقى هو قوي جدا وفي نفس الوقت خفيف، هيوفر لي وقود طبعا. طيب نمبر 15 بيقول لي the opposite graph represents the change in the masses of the bodies of youth male and female by time. Suggest the one technological reason to explain that change. هنا هتلاحظ هنا مثلا ده البيرسونز ماس بالكيلوجرام، كان سنة 1980 كانت الماسز مثلا الفيميلز حلوين كده وصغيرين وماس بتاعتهم بتعديش ال 65 كيلوجرام، وكانوا الميلز برضو كذلك اثلتس كده رياضيين والماس بتاعتهم ب 75. بمرور الزمن بتلاقي الماس بتكتر وبتكبر، خلاص يبقى السبب كده التطور العلمي. يبقى هنا اقول التكنولوجيكال ديفلوبمنت باي تايم، فده بيزود وسائل الراحه والانترتينمنت، وبالتالي الناس بتعمل جيننج ويت. يبقى هنا هقول ديو تو جيننج ويت ليه؟ بسبب مين يا رجاله؟ ديو تو ذا تكنولوجيكال ابلكيشنز او ديو تو ذا تكنولوجيكال ديفلوبمنت. ديو تو ايه يا رجاله؟ ها برافو عليك، تكنولوجيكال ديفلوبمنت، يعني التقدم العلمي بيعمل راحه وبالتالي بيخلي الناس قاعده ومأنتخه، وبالتالي الناس بتجين ويت. طيب ده السؤال نمبر 15. نمبر 16 دي اوبوزيت فيجر represents what happened to the particles of dust which cover a glass surface painted with an invisible substance when water falls on it. الملاحظ ان هي مش بتتبل. طيب what is the type of this invisible or transparent substance and what is the property which characterizes this substance. هنا انا بتكلم على حاجه قلنا نانو سبستنس، عشان خاطر هنا بيكون عندها سيلف كليننج بروبرتي. تاني انا بتكلم دلوقتي على ايه؟ على هنا عندي سبستنس لما حطيتها على الجلاس خلته ينظف نفسه وما يتدهولش، او مفيش حاجه تعمل له عمليه ان هو بقاش كلين، فدي بنسميها سيلف كليننج بروبرتي. بهنا نمبر 6 نمبر 16 سوري، دي هتكون نانو سبستنس، ممكن بقى تكون بقى ثين فيلم مثلا او اي حاجه، والبروبرتي بسميها سيلف كليننج بروبرتي. طيب ليه؟ لان هو مفيش حاجه بتلزق فيه من الاخر يعني، فده اسمها سيلف كليننج بروبرتي. طيب السؤال نمبر 17 بيقول لي viruses attack the intake cells through the protein which surround their membrane. يعني الفيروسات بتهاجم البروتين اللي حوالين السل. In the same way the scientists try to destroy the cancer cells by synthesizing a protein that combines with the membrane of these cells and then attacking them by the nano units carrying the proper chemical substance to destroy these cells alone without affecting the other intact cells. فهنا بيقول لي ان انا بجيب حاجه تلزق في البروتين اللي حوالين الكارسينوجينيك سيل، وبعد كده الحاجه دي يكون جواها كيميكال سبستنس تقدر ان هي تقتل لي الكارسينوجينيك سيل من غير ما تاثر على بقيه السيلز. طيب What are the nano units that can be used for this purpose؟ يعني ايه الحاجة اللي عندي اللي اقدر استخدمها ان هي تروح تهاجم السل دي؟ ممكن استخدم النانو شل، ممكن استخدم النانو اللي هي الباكي بول برضو ينفع، اي حاجة ينفع اعمل لها ديليفرينج.
ممكن استخدم نانوسيل او ممكن استخدم كمان الباكي بول. تمام، ده كده نهاية الأسئلة بتاعت الإكزام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر نور وقناة النورانيوم، ولأي استفسار ابعت على طول على الواتساب 0100-62-87-180 يا حبيبي. معاكم مستر نور وقناة النورانيوم.